صباح الخير متشبه مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في، اسعد الله صباحكم باليوم والبركات مباشر جديد من مدينة بجاد. كيف تلاحظوا اجواء ضبابية هذا الصباح بمدينة الشرفاء مدينة الزاوية الشرقاوية، ونحن الان كما قلت نتواجد بساحة الوالي الصالح ابو عبيد الله الشرقي مدينة بجاد. ننقل لكم اجواء هذا الصباح، كيف هي الاجواء عندكم، كي داير الجو عندكم في المدن المغربية. دائما متشبه مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في في السلسلة المباشرة التي نقوم بها لنقرب جل المشاهدين الكرام من بعض المدن، ونحن الآن كما قلت نتواجد في مدينة بجاد وبالضبط في ساحة الوالي الصالح أبو عبيد الله الشرقي. ننقل لكم أجواء هذا الصباح، أجواء ضبابية بمدينة الشرفاء مدينة الزاوية الشرقاوية كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شو تي في. نتمنى من جميع مشاهدينا الكرام يقولون لنا منين تتبعوا المباشر وكيف هي الاجواء عندكم في المدن. كيف تلاحظوا مدينه ابي الجعد تؤتتها ازيد من 400 قوس على مشارف زاويه وعبيد الشرقي او زاويه المدينه. كيف تلاحظوا هذوما الاقواس الذين يمثلون معمار تقليدي اصيل على جنبات المدينه وتسمى المدينه القديمه. عبد الرزاق الجناتي صباح الخير خويا عبد الرزاق، اين مدينة من تتبع المباشر وكيف هي الاجواء عندكم في المدينة. نتمنى من جميع الاخوة اللي تشاهدوا معنا المباشر يقولوا لنا كيفاش داير الجو عندكم في المدينة ديالكم او في بعض المدن المغربية. اجدد الترحاب بكم جميع مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. ننقل لكم جو هذا الصباح من مدينة الشرفاء مدينة ابي الجعد، اجواء ضبابية باردة. تنطلب من الله سبحانه وتعالى تكون امطار الخير تهم على ساكنة مدينة ابي الجعد او على المملكة المغربية بالرحمة والتيسير، لأننا مقبلين على فصل الشتاء. تنتمنى يكون هذه السنة سنة مطر بامتياز على ساكنة المملكة المغربية. الإخوان المشاهدين الكرام اللي تتبعوا معنا المباشر منين تتبعوا المباشر وكيف هي الأجواء عندكم. تحية الناس ديال تيفلت، مرحبا خويا عبد الرزاق الجناتي، كي داير الجو في تيفلت اليوم؟ مازال ما كايناش الشتاء. مرحبا بك خويا جناتي. تنتمنى من جميع الاخوه اللي تيشوفوا مباشر يقولوا لنا منين تتبعوا المباشر وكيف هي الاجواء عندكم بعض المدن المغربيه. كيف تلاحظوا ونحن كما قلت نقول لكم اجواء هذا الصباح من مدينه الشرفاء مدينه ابي الجعد. نقول لكم جو ضبابي، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون بعد الضباب تكون امطار الخير اللي تهم على ساكنه مدينه ابي الجعد او مدينه الشرفاء او مدينه الاقواس كما يسمونها. مدينه ابي الجعد اللي تاسست سنه 1008 هجريه على يد ابو عبيد الله الشرقي احد مؤسسي هذه المدينه واحد مريدي الزاويه الشرقاويه. معروفه مدينه معروفه بالصناعه التقليديه من بين الصناعه التقليديه وهي الزربيه البجعديه والبزار البجعديه والفخار البجعدي. خويا محمد قال لك الاجواء عندنا في الدار البيضاء بارده ولكن ننتظر المطر. نطلب من الله سبحانه وتعالى الامطار الخير ثم على المملكه المغربيه بالرحمه والمغفره على جل مدن المملكه المغربيه. كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام ونحن كما قلت نقول لكم اجواء هذا الصباح من مدينه الشرفاء مدينه ابي الجعد، اجواء بارده هذا الصباح. تنطلب من الله سبحانه وتعالى تبع هذا المطار يتبعوا هذا الضباب يتبعوا المطار يهم على هذه المدينة، لأننا مقبلين كما قلت مقبلين على فصل الشتاء. تنطلب من الله سبحانه وتعالى تكون أمطار الخير كما قلت تهم على هذه المدينة وهي مدينة الشرفاء مدينة الزاوية الشرقاوية. ودائما في السلسلة المباشرة التي نقوم بها مشاهدينا الكرام إلى نقرب
الا نقرب جو المشاهدين الكرام. تحيه بالناس، ناس صخور حامله، جو غائم، فمرحبا اخي. الجو غائم على ما اظن بعض المدن المغربيه، وعلى ما اقول جل المدن المغربيه الجو غائم. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون امطار الخير. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى. تحيه لخويا عباوي عبد الحق، الناس ديال الدنمارك، تحيه لك اخي، وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بالديار الاوروبيه. فمرحبا بكم في مدينه، في مدينه ابي جعد، مدينه الشرفاء، مدينه الزاويه الشرقاويه، مدينه هادئه، مدينه طمانينه، مدينه الهدوء. كيف تلاحظوا مشاهدي الكرام، ونحن كما قلنا نقول لكم اجواء هذا الصباح من مدينه الشرفاء. نحن الان امام ساحه الوالي الصالح ابو عبيد الله الشرقي، من اهم الساحات بالمدينه، وهي ساحه الوالي الصالح ابو عبيد الله الشرقي. السي محمد الرجاوي قال لك انا محمد من مراكش، الله يرحمنا. اللهم امين اخي، اللهم صيبا نافعا على جل ساكنه مدينه، على جل ساكنه عفوا المملكه المغربيه. تحيه للناس ديال قصبة التادلة. الجو غائم. الزهره فاطمه الزهره، تحيه لي اختي، تحيه ليك وتحيه للناس ديال مدينه قصبة التادلة، مدينه التكنات العسكريه. وجد الترحام من تحقق من اللحظه. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناه سوتي، واش يا اخي ابو عبيد الشرقي عامر ام لا؟ واش كاين الزوار هنا؟ اخي يلاه داز الموسم، اخي محمد يلاه داز الموسم اربع اسابيع او خمسه اسابيع. كان موسم من اهم المواسم بالمملكه المغربيه، بعد موسم ولي عبد الله مغاري ياتي موسم الوالي الصالح ابو عبيد الله الشرقي، اللي خلى صدى جميل في المدينه وفي الاقليم. تحيه ليك اخي، وتحيه لجميع الناس اللي تيسولوا على هذه المدينه، وهي مدينه الشرفاء، مدينه الزاويه الشرقاويه. خويا مصطفى من مراكش، تحيه ليك اخي، وتحيه لجميع ساكنه مدينه مراكش الحمراء او مراكش الحمراء. فمرحبا بكم. اجدد الترحاب كما قلت مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، ودائما في سلسله مباشره التي نقوم بها لنقرب جل مشاهدينا الكرام داخل هذا الوطن وخارج الوطن. نحن الان نقول لكم هذا جو هذا الصباح من مدينه الشرفاء، مدينه ابي جعد، جو ضبابي بارد. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون بعد هذا الضباب يكون امطار الخير تهم على هذه الساكنه، لاننا اشتقنا الى المطر لمده اكثر من 3 سنوات او 4 سنوات، والمنطقه تعاني من جفاف، لان الفلاح المتضرر الوحيد في هذه المنطقه هو الفلاح. الحمد لله هشام كجوجة، تحيه لك خويا هشام، وتحيه لجميع الناس ديال الصخور الحامله. فمرحبا بكم في ارض مدينه ابي جعد، ارض الشرفاء، ارض الزاويه الشرقاويه. دائما في سلسله مباشره التي نقوم بها مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوتي، الا نقرب جل المتتبعين ديالنا من بعض المدن. ونحن الان كما قلت نتواجد في مدينه الشرفاء، مدينه ابي جعد، مدينه العلم والعلماء، مدينه الاقواس كما يسمونها. نقول لكم اجواء هذا الصباح جو ضبابي بارد، تنطلب من الله سبحانه وتعالى تكون امطار الخير تهم على ساكنه هذه المدينه، مدينه الشرفاء، مدينه الزاويه الشرقاويه، مدينه الاقواس كما يسمونها. أجدد الترحاب مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، ونحن كما قلت نقول لكم أجواء هذا الصباح
من مدينة الشرفاء مدينة أبي الجعد، مدينة التي كما قلت تأسست سنة 1008 هجرية على يد أبو عبيد الله الشرقي، هذا أحد مؤسسي هذه الزاوية الشرقاوية. ننقل لكم أجواء هذا الصباح من أحد الحدائق المدينة، جو غائم هذا الصباح. نطلب من الله سبحانه وتعالى تكون أمطار الخير تشم على هذه المدينة. كيف تلاحظوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف، مدينة هادئة، مدينة طمأنينة، مدينة مدينة الشرفاء، مدينة الزاوية الشرقاوية.